ما تسأل تقول ما الفرق بين الفردوس الأعلى وجنات عدن أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لجنات عدن هي الجنة الجنة هي جنة عدن لماذا لأن عدن من الإقامة هذا المعنى عدن من الإقامة فلذلك عدن الماء إذا استقر فجنات عدن بمعنى أن من يدخلها يقيم فيها ولا يخرج عنها هذا المعنى وأما الفردوس الأعلى فهو أعلى الجنة وأوسط الجنة ولذلك هذا اعلى مقام في الجنه والذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانه في اعلى الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه في اعلى الجنه واوسط الجنه والمعنى اختي الفاضله بان الفردوس هذا اعلى مكان في الجنه